صرح الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة أن الاجتماعات التي عقدها القضاة المنتدبين في المفوضية قرر تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سوف يتم فيها إجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، وبناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة على أن تبدأ عملية العد والفرز اليدوي يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أنه تقرر أيضا إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لدول إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن وأمريكا وألمانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع إلى بغداد، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ المفوضية القرار المناسب بهذا الشأن.